بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العيد مبارك عليكم وكل عام وأنتم بخير وعيدكم سعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا العيد وعليكم أجمعين في سعادة وهناء وألفة ومحبة ورحمة وتوافق وإخاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها عيدا، وأن يجعل هذا العيد خيرا علينا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، وأن يبارك الله عز وجل في السعي، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في المقاصد، وأن يبلغ الآمال ويحقق الأماني للجميع، وأن يزوج العزاب أهم حاجة. وهذا العيد أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات فرصة سانحة وطيبة لإبراز المعاني الجميلة في هذا الدين من التآخي والتواد والتواح والتراحم والتحاب والتعاضد والتكاتف. وفي هذا العيد أيها الإخوة والأخوات لا ننسى إخواننا الذين يعني ضاق عليهم الحال، لا ننسى أن نكرمهم وأن نتعاهد الجيران وأن نتعاهد الأهل والأحباب وأن نتعاهد الإخوة والأصحاب جميعا بما فتح الله سبحانه وتعالى علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأضحية: كلوا وادخروا وتصدقوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا وادخروا وتصدقوا أيضا أنتم أيها المسلمون. عسى الله عز وجل أن يرحمنا جميعا، لا تنسوا التعاطف، لا تنسوا التكافل، لا تنسوا التراحم بينكم. كذلك أيها الإخوة لا تفسدوا هذا العيد، فهو ما في دين فيه الفرحة عبادة لله عز وجل إلا هذا الإسلام، فنحن نفرح في هذا اليوم عبادة لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا هذا العيد تذكرا للأموات وتذكرا للمآسي وتذكرا للآلام، بل ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يبارك في أعمالهم. وكذلك هذا العيد أيضا أيها الإخوة والأخوات لا تفسدوه بالمعاصي وغضب الله سبحانه وتعالى، وكونوا قريبين من الله عز وجل، وكونوا طائعين لله عز وجل في فرحكم وفي كرهكم وفي أحزانكم وفي سعادتكم كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. ولا تنسوا إخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من الدعاء، إخوانكم في فلسطين وإخوانكم في جميع بقاع الأرض من إخواننا التركستانيين وغيرهم من المستضعفين. أسأل الله عز وجل أن يعيد هذا العيد على الأمة بالخير والسعادة واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.